يا مساء الفل على الناس السهرانين. النهارده بقى معانا حلقه مصراويه لبنانيه شيك جدا. ضيوفي النهارده اتنين انا بحبهم جدا طول عمري وبعتز بيهم، وكانت امنيه حياتي اقعد معاهم، والنهارده جت الفرصه، ودي كانت تاني فرصه اقعد مع نجم كبير كنت بحبه طول عمري ونفسي دايما اقعد واتكلم معاه. النهارده معايا اخويا وحبيبي النجم الكبير اللي دايما بقول عليه البرنس ابن البرنس، النجم الكبير هشام سليم. جايب لي حقنة، الحقنة بتاعت ابني بتاعت كلبش. دي ايه المفاجأة دي؟ يعني لذيذة. يعني أكرم صفوان ورايا ورايا. علشان يعرفوا إن المشاكل اتحلت. اتحلت، الدنيا اتحلت. وأنا طلعت براءة. شفت عمل وعمل فيا إيه في الجزء الثالث؟ ينفع أكرم صفوان يعمل كده؟ بس عايز أقول لكم بقى، هو يعني إنسان مش شرير خالص. وأنا طول الوقت في المسلسل بجد أنا مش متخيل إزاي كان بيعمل الدور ده. هو طول الوقت كان مرعوب وهو بيعمل، بيقول لي يا ابني الناس هتكره، الناس بتحب سليم الأنصاري، فدايماً كان مرعوب من فكرة إنه بيعمل كده في ابن سليم الأنصاري. بصراحة بس الناس عارفة إن أنت طيب. الحمد لله، أرجو ذلك يعني. لا ما تقلقش. طيب ناس... ولا مش طيب؟ طيب. يعني شفته يعني شكرا. دي غطت عليا بشياكته وأناقته دي، صح ولا لا؟ لا يا حبيبي. لا برضه؟ جامد أنا برضه. خليها بقى ذكرى. خليها ذكرى بقى. ممكن تنفعني في الجزء الرابع. ان شاء الله. ان شاء الله. انت بقى جبت لي هديه النهارده، جايب لك هديه كبيره جدا. جايب لك نجمه عظيمه. نجمه بيقولوا عليها بسبوسه العالم العربي. معانا النجمه الكبيره باسكال مشعلاني. بسيطه طوشي. ازيك؟ كويسه بس مسافه طويله. معلش مشوار طويل، في طرقه طويله قوي. رياضه. قعدنا بقالنا ساعه مستنيكي عشان تخشي الحته دي. بس بستاهل. استني، استناكي 4 ايام عشان تدخلين. كفايه شفنا الجمال ده. عسل يا حبيبي. نورتينا. تسلم. وانا سعيده معاكم النهارده بسهرانين. نعمل حلقه ايه؟ جميله ان شاء الله. مولعه. مولعه. سامعوني؟ يلا بينا. اسندك ولا انت تمام؟ انت تمام. اتفضل. ميرسي. اتفضل. بس كان في مايك هناك. اوكي. ازيك يا اتش؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ فل. شفت يا اتش دي على طول؟ جميله. اول مره قابلته قلت له يا استاذ هشام، يا استاذ هشام، يا استاذ هشام. قال لي بقول لك ايه بقى يا عم انت؟ ايه يا استاذ هشام دي؟ قلت له بقول لك. قال لي قول لي يا هشام. قلت له انا مش متخيل ممكن اقول لك يا هشام. انا طول عمري بتفرج على هشام سليم، مش بكبرك يعني. لا مفيش. طول عمري بتفرج على هشام سليم، انا دايما بشوفه فعلا ان هو برنس. الله يكرمك. بجد. الله يكرمك. لكن لما اشتغلت معاه بقى اول مره، انا ما كنتش متخيل الشخصيه اللي انا بتعامل معاها. احترام وتواضع وجدعنه والتزام في الشغل، وحاجه بصراحه كان شرف ليا ان انا اشتغل مع هشام سليم في مسلسل. ما هو ده تمثيل برضه. لا حلو. ميرسي. لا انت اللي جميل في كواليسك، كل الناس بتحبك، الطقم اللي انت بتشتغل معه على طول بيحبوا يشتغلوا معاك، وانا بصراحه حبيتك اكتر لما عرفتك. ربنا يخليك. انت راجل جميل. ده انا كان شرف ليا والله. الله يخليك. الله يخليك. اما بقى البسبوسه حكايه. انا طول عمري بحبك جدا والله العظيم، وطول عمري متابعك، وكنت نفسي في يوم من الايام نقعد مع بعض كده عشان نعرف ايه حكايه البسبوسه. اشمعنى كلمه بسبوسه اللي لقبتي بيها؟ هي حاجه حلوه يعني، بسبوسه اكيد يعني. جميله. هي اجت البسبوسه، بتذكر انه كانت بسوهاج، ليالي تلفزيون سوهاج. ده طلع عليك في مصر يعني اللقب. ايه ايه ايه. بمصر اكيد. وصاروا كل اهل سوهاج بالليالي تلفزيون مباشر، كان يا بسبوسه بوس بوس بسبوسه وبوس. اخي شلت انا، بيقولوا لي ايه يعني؟ يعني حاجه حلوه او مش حلوه؟ قلت له وقفوا لحظه، هي حلوه او مش حلوه؟ بتشتموا ولا ايه؟ زي البسبوسه. ومشت بسبوسه وبسبوسه. وكانوا بيغنوها لك؟
ايه بفتكرك بوس بوس بس بوسه ولا مره جيت مصر الا يعني الا ما بدي اكل يعني ما بعرف عندي بحب البسبوسه يعني ما بعرف ليه يعني حبيتيها بعد اللقب ولا طول لا لا انا بحب الحلو انا شوكليت دارك حلو ايس كريم بحب الاكل يعني اللي بقول لك انا ما بحب الاكل وبشرب ميه لا انا باكل بس اذا تخنت اكيد برجع بعمل رياضه بس اني احرم حالي كليا ما بقدرش لا هشام كده على فكره برضه يعني هشام برضه اصلا هو زي ما هو هو طول عمره كده لا انا طلع لي هو كروش من سنتين كروش كده أيوة. وصلت ال 85 كيلو اللي عمري ما وصلتها في حياتي ده كتير 85 قوي معقول ده انا قاعد قدامك 100 بس لا. انت طويل ما شاء الله انت طويل اللي عندك العضل زي مش انت القصيره طب ما انت طويله ايه ما لانه نحن انت ما شاء الله انت 185 سنتي دي حاجه كويسه طبعا لا بس لحقلك ليه لانه الطويل زي ما لانه في عضل يزين العضل بيوزن كده يعني اكيد بس هشام برضه في عضل لا انا اخويا اول ما شافني قال لي انا عمري ما شفت واحد رفيع بكرش كان فعلا عندي كرش بس ليه دايما بيقولوا ان الكرش ده برضه يعني حبس يعني ليه عز مثلا لا هو متعب متعب بصراحه متعب يعني لما صبر. تيجي تربط الجزمه الصبح ما بتعرفش ما بتعرفش تطولها لازم ترفع انت رجلك ولو لحظه ولو ما فيش حد يربط لك الجزمه ده انت عشان سليمه يا برنس لا مش للدرجه دي لا شويه هيك بحنيه حد يساعدك لا غنج شويه مراتي بتردي بتنظف الجزم بتاعتي ولكن ما بتلبسهاش طب انت جيبهم بلا بكل جيبهم كده اهو ما هو عملت كده بانسه اشتغل بانسه يا برنس بقى على طول المان اسهل بكتير لا بس هو عايز اقول لك حاجه يعني هو برضه حتى طريقه لبسه في الحياه العاديه مختلفه تماما يعني الصبح انا توقعت ان هيدخل عليا هشام سليم في التصوير دايما ما اعرفش ليه خيالي انه داخل الصبح عليا لابس ومتانتك وبدله لقيت واحد داخل لابس عادي شورت وتي شيرت ممكن يلبس شبشب وجايب الكلب الجديد بتاعه سحبه قعده جنبه في التصوير ايه موضوع الكلب ده اللي جالك فجاه كده في دماغك مع ان احنا عارفين طبعا كل ما حد فينا بيجي على باله موضوع كلب يفتكر البرنس صالح سليم الشموع السوداء ابويا الكلب بتاع ابويا فطبعا الكلب روي ده متهيألي انه اشهر كلب جه مصر روي فعلا وهو كان عنده كلاب برضه ربى كلاب وهو موجود معانا وكان عندنا زمان قوي ايام ما كان بيعمل الفيلم كلب اسمه ليمبو وكانوا الناس فاكرين ان هو ده كلبه وبعدين قبل ما يتوفى كان عنده 7 كلاب روت فايلرز بس ده كان من الكلابه متهيألي ها؟ ده من الكلابه من كليه الشرطه لا الروت فايلرز لا اللي هو التاني اللي كان في الفيلم روي ده مش معرفش بصراحه كنت صغير انا عارف كنتش بس صالح يعني صالح سليم الله يرحمه هو اللي قال الكلام ده انا جايبه من كليه الشرطه متدرب يعني وبعدين الحاجه الوحيده اللي نفعتنا في الحكايه دي ان ابويا جه في يوم من الايام قال لي يعني انا بقول للكلب حاجه بيعملها اشمعنى انتم مش عاوزين تعملوا اللي انا بقوله هو بيسمع كلامي وانتوا لا بس هو عشان كان طول عمره يعني كنا نقعد حتى في التصوير نحكي يقول لك ان هو الوحيد اللي كان مغلب البرنس الكبير كان دايما يقعد يجري منه وعامل له مشاكل في البيت دايما لا انا شايل. كنت اقدر اجري لا ما كناش ما اعرفش نجري لا ما نقدرش لا هو كان ستريكت يعني صارم. مش صارم ولغايه الكلام ده لغايه ما تمنا حوالي 14 سنه بس هو في برضه في ميكس غريب يعني هو صارم بس كنا نسمع الحواديت عن صالح سليم ده ان هو كان زي ما بيقولوا كده البرنس او الواد الشقي اللي بيحرك كل المجموعه زمان اللي كانوا بيمثلوا مع بعض الجيل ده كله بيقول لك ان هو كان بيحب السهر وبيحب الخروج يعني يعني مش صارم انه مالوش في السهر لا صارم معانا كتربيه بعد 14 سنه بقى اقرب من اصحابنا يعني ليه بس ما كنتش بتخاف منه لا خالص وانا صغير بعد 14 خالص يعني بالعكس كان راجل جميل وصاحبك ويقف في ظهرك ويسندك وقت ما تعوز تتسند مش سندك على طول لا لما يشوفك بتحاول تعمل حاجه مره واثنين يسيبك الاول ويكمل فيها لما تطلب منه تلاقيه جنبك على طول من غير ما تطلب تلاقيه واقف جنبك هو حاسس بيك انت عندك كم اخ؟ انا معايا عندي اخ واحد خالد هم دول الاثنين بس احنا الاثنين خالد اكبر ولا انت اكبر؟ خالد اكبر بسنه واربع اشهر ربنا يخليكم لبعض الله يخليك اسلم معانا بقى النجمه البسبوسه الجميله دي بسبوسه بقول لك ايه بتترعب من الكلاب لا بجد والله؟ لا بالعكس هلا خيي جوزي ابني كلهم مغرومين بالكلاب الا انا
بس انا لانه عندي مشاكل مع الكلاب، انا الكلب لو كان ما بعرف فين ما بتلاقي الا ركض واجى لعندي. مش عارفه ما بعرف، بيقولوا لي بيشم ريحتي اللي بخاف، بيقولوا لي لا وبيروح للي بيحبوا الكلاب كمان. انا صارت مره شغله بس هيدي الكل عرفوها، يعني كنت مع جوزي وعم بينزلني على الاستوديو رايح اشوف كليب جديد، فبركت تقول الكلب هناك بعيد يعني، قلت له لا ما راح انزل خليه يروح بنزل، قال لي انت افتح الباب وخشي دغري على الباب هنا يعني ما في ثانيه مش حي حقك. تا 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 اخي فتحت الباب شئني عم بعمل وهجم علي، انا اركض هو يركض، انا اخر شيء ما لقيت الا شجره، طلعت على الشجره لفوق ولمت الناس والله بجد، ولموا الناس كلها علي يعني خلص صار في خوف صار في رعب يعني. وعملت ايه في جوزك؟ ما الله هو عمل ايه طيب؟ هو عمل ايه؟ سابق وجري؟ لا قاعد يضحك، قاعد تحت يضحك، انه معقول طلعت على الشجره؟ قلت له طب شو بدي اعمل يعني؟ خلص هي مثل ما قال شو بيصير معك انت وصغير بتخاف منه خلص يعني. بس مجموعتي بالبيت كلهم بحبوا الكلاب يعني. طب ايه رايك يا اتش بقى دلوقتي نسمع البسبوسه؟ يا ريت. هتغني لنا ايه بقى؟ منقول. ما بتفرق معي مثلا؟ ايه يلا. ما بتفرق معي يعني كل ما انت معي على العالي بصوت عالي بقول بحبك ويا دنيا اسمعي، ما بتفرق معي. يعني مش هو اللي ما بيفرق معي؟ لا هي، لانه بتحبه لو مين ما كان موجود بتقول له على العالي بقول بحبك ويا دنيا اسمعي ما بتفرق معي. دي هتقولي مين بقى؟ الملحم؟ بدك لملحم هلا؟ يلا لملحم خليها الملحم مشيها الملحم عشان هو معانا بس معلش احسن مسج عشان ترجعي عشان ترجعي البيت سليمه بقى مظبوط جوزك معاكي الحانه الحانه كمان ما في يلا يلا
عرفت بقى ليه بتقول لك ما فيش حد بيربط لك الجزمه؟ يعني هي يعني واضح قوي ان هي مع ملحم جوزها مدلعاه. هو مدلعني. ما يعني مش وحش مدلعين الست تدلع جوزها يدلعها ليه؟ لا لازم تدلع الست، الراجل والراجل يدلع الست طبعا. مش هي تدلعه وهو ما يدلعهاش ابدا. هو ولو بطل يدلعها طبعا هي هتبطل. يعني اذا بطل يدلعها بيكون صار في روتين، صار في بروده، زي الورده اذا ما بتسقيها كيف بدها تعيش؟ حلو بس مش كل يوم يعني بياخه، بس انه وقت لوقت قصة شعري، كلمة حلوة، يتذكر حاجة كانت يعني بوكي ورد ايه آه يعني حبة شوكولاتة سهرية حلوة على شمعة. لا سريعة عشان عندي انا مشكلة كبيرة. ليه؟ انت بتجيب ورد؟ ساعات ايوه اعترف عادي ايوه اديله شوفي قال لك ساعات، قال لك ساعات وهو مكسوف قوي، قال لك ساعات يعني. لما انزل الجنينة الجنينة اجيب لها وردة اي اخضر كده حواليك. لكن عمرك ما دخلت عليها بوكيه وردة وشوكولاتة والحاجات الحلوة دي؟ لا عادة انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي مع الاسف، يعني مش بتاع بقى افكر واخطط واجيب ايه النهارده. انت زي ما بتحس زي ما تيجي، زي ما بتيجي تيجي. بس هو كل واحد ليه طريقته في الدلع وفي المعامله بتاعته. بس اهم حاجه في كل الكلام ده الاحترام. برافو عليك. متهيألي اهم من اي بوكيه ورد، ولا لو بتجيب بوكيه ورد وهدايا وبتاع ومفيش احترام ما لا أكيد. مش مستاهله خالص يعني. لكن عمرك ما بتحتفل بقى بعيد الحب والكلام ده؟ لا ما بعرفش يعني، ده حاجه جديده عليا. ما تعرفش اصلا يوم كام اصلا؟ ما اعرفوش يعني. زمان ما كانش عندنا حاجه اسمها عيد حب. كنا انت عشان طول السنه، عشان طول السنه كنا بنحب بعض طول السنه يعني، مش ضروري يوم واحد عشان نحب صح بعض يعني. دي الحقيقه. انا معه فيها 100%. لكن انت نفس الموضوع برضه طول السنه؟ انا الحب عندي موجود طول الفصول، الربيع الخريف الشتاء. ممكن يكون عم بطبخ يطلع على بالي ارقص معاه، ممكن يكون عم بشتري حاجه اقول له كلمه حلوه. لا يعني انت لحد النهارده ممكن تقومي ترقصي مع جوزك؟ ايوه والله عادي. بتعملوا ده يعني؟ ممكن انتوا قاعدين في البيت تعملوا يعني ده يعني؟ النهارده بعد ما اخلص راح اقعد على النيل على الاهرامات واعمل سهره سواريه. ايه حلو، حلو الرومانسيه، حلو. نحن عايشين بوضع في كثير كآبه، في كثير حزن، في كثير. اذا مش كل انسان زرع ببيته الفرح وحواليه، كيف ما نطلع من الاشياء اللي حوالينا؟ صح؟ بالزبط. هيك بننتصر بقوتنا وبنعطي فرح لغيرنا وبنعطي ايجابيه. فبدنا نحاول يعني، انه مش انه انا شايف الحياه بس بامبي، بس هيك هي الحياه الحقيقه يعني. بس في ستات بقى بتاخدها من ناحيه ثانيه، تقول لك انا لو دلعت جوزي ايوه بالبلدي كده زي ما بيقولوا ممكن يتمرع عليا. هلا بدي اسال الستات المصريه، مزبوط كده؟ نو، عم بيقولوا نو. هلا بالستات اللبنانيه اذا بتدلعها يا لطيف حطير في السما. ايه ما فيش حد ما بيحب تدلعه يعني. والجواز مش دلع ومش غضب ومش ثوره ومش هو بؤجه كده. انت في الاول بترضى بالبؤجه دي، خدها. لما ليك بطيخه زمان، حاجه مليانه حاجات جوه، مش حاجه واحده بس. يعني قصده اللي وحش يعني واللي منيح هترضى فيه، مش هتغيره بعدين. مش هتغيره بعدين. بس عايز دي، بس عايز اقول لك المشكله يا هشام ان في ستات بقى الناحيه الثانيه بياخدوها بطريقه ثانيه. لو راجل جه دلع مراته، في ست تقول لك انت بتدلعني، يبقى انت في حاجه. في حاجه انت بتدلعني ليه؟ انت حاببني قوي كده ليه؟ هو معظم الستات فيها الشك اكتر من الراجل بكتير قوي. هو رايح فين؟ اتاخر ليه؟ عمل ايه؟ بتاع. ولكن دي بتيجي متهيألي بالسنين العمر اللي بيقدوها سوا. طبعا. بس هي ضحكت لما انا قلت كده، ضحكت لانه شكلها حصل معاها حاجه زي دي. لا بس بدي اقول شغله، هي شغلتين. إلا اول شيء الاحترام بكل شيء، مع ابنك، مع عيلتك، مع وطنك، بكل شيء الاحترام. دي ثاني شغله. هو مزبوط اذا حد ما كان بيدلع وبيدلع كثير يعني في حاجه، مش ضروري انه يتجوز عليها. لا بس ممكن ده يتفرم. ده ياكل علقه ملوخيه ناعمه. ده ياكل علقه. لا تعال اقعد هنا. لا بس قصدي انه ممكن انت خايف انت. ممكن بده يكون بده يطلب منها طلب او حاجه، بدلعها زياده عن اللزوم، او في حاجه بده يقول لها. مش ضروري انه يفكر مش بالكويس يعني. بس هو عن جد كثير مهم بكل شيء، لمحه الحب على طول من فتره لفتره. والاحترام. الاحترام ما تخيلي بس هو جايب احترام كده جدا، وانتوا بينكم عايشين علاقه محترمه جدا، وجاي بيقول لك بعد اذنك يا باسكال انا فعلا عايش علاقه حب. ايه وبفكر اتجوز باحترام كده. والله بجد بقول له الله يسهل لك. انا منك ايه؟ باحترام برضه تضربيه بساطور. لا والله لا حذر لي. دي هتاكله واحده بالشمال. لا باحترام. لا اقول لك ليه؟ لا اقول لك ليه؟ لانه مش ممكن اقعد مع شخص ما بيحبنيش. ايوه بس هو مش عايز يسيبك برضه. بده يضله معايا ويتجوز؟ لا ده فشرت على اللبناني. فشرت يعني كتير المقوي يعني كتير كتير يعني. لا
بنترك باحترام، ويمكن انا اجى الاقي حب جديد باحترام على القصه دي. في حد من 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 الفانز من اسبوع كنا عم بيخبروني، ضحكنا عليها، بيقول لي خلاص الك مده متجوزه منحي، ما خلاص سيبيه وانا ناطرك سنين تعالي تطلقيه وتعالي. لكن عم نضحك عليها. لا علي برضه نسال الخبره بتاعنا الكبير بقى الكبار اللي دايما واحنا لما بنروح التصوير لازم اقعد مع البرنس بتاعنا كده. ايوه اخد منه شويه معلومات. ما ده برضه يعني انت مش فاهمه، ده دي بالعجوز زي ما بيقولوا. بس قال لك بس انا مش عجوز، بس انا مش عجوز. بس ثعلب ده من زمان معروف يعني، هشام عندنا هنا ذئب في مصر. بس هدي خلاص، كنا زمان بقى هدي خلاص الحمد لله. العلاقه بعد فتره بقى مع السن، هل ليه سن الموضوع ده ولا ما بتفرقش خالص معانا؟ لا ما بتفرقش، بالعكس بتنمو اكتر. يعني انت بتقدر اللي معاك اكتر، وكل ما بتكبر كل ما بتحس ان قد ايه الست دي عانت انك وصلت معاها الى ما هو انت عليه دلوقتي. وبتقدر كل الحاجات اللي شالتها لك، وبتحمد ربنا، لان ساعات لما بتبقى كبير على سن كبير والمساله تتفشكل بتضر حد جنبك اكيد، او بتضر اكيد. ومتهيألي ان لما يحصل ده في سن كبير بيبقى الـ التعب على الست اكتر. لانها بتحس ان المجهود اللي عملته طول السنين دي حتى ده ما شفعلهاش ان جوزها يبقى معاها. مظبوط صح. متهيألي. طب ايه رايك دلوقتي نسمع بقى من البسبوسه اغنيه ثانيه حلوه جدا. نسمع اتعذبت كتير ولا اتعذبت كفايه؟ انت متعذب كتير شكلك. عندي مشاكل انا اليوم. اتعذبت كفايه. يلا رح نقولها دلوقتي. يلا. طلع كلاسيك وعم بتضحك. ابعد عني مش عايز.
حتى الجراح ما بيقفلوش قلق وجراح خيانة انت ايه ما عملتوش ما بقاش فاضل ما بيناش اسالي ما كسرتوش مش عارف الاقي نفسي حتى الجراح ما بيقفلوش يا اتش شايف الجمال والصوت الحلو كتير مهضومه كتير مهضومه على لبناني كتير مهضومه حلوه تعالي بقى عشان احنا قاعدين في سهرانين تعالي نرجع بقى لموضوع السهر يلا موضوع السهر زمان والسهر دلوقتي هل السهر زمان غير دلوقتي يا هشام انا بقالي كتير قوي ما سهرتش ولما بخرج في حته ما بقدرش اقعد اسمع المزيكا اللي هم بيدب دب 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 دلوقتي زمان كنت بتسمع ده زمان ما كانش فيه الدبابان اللي كل المزيكا دب وانسترومنتلز الموضوع اتغير كده النوع اتغير الشباب اتغير طريقه قعدتنا غير طريقتهم خالص ومع الاسف دلوقتي كمان الحاجه اللي مبوظه الدنيا خالص التليفون الانترنت الانترنت دول يعني انا بروح مثلا في الساحل ولا في حته ولا في الجونه ولا الاقي الشباب قاعد وكل واحد ماسك تليفون وعمال يبص قلت لهم قاعدين 20 واحد مع بعض كل واحد ماسك انا قاعد مع اصحابي ومش قاعد قلت لهم انتوا مش قاعدين مع قاعد مع التليفون انتوا قاعدين مع التليفون ده ما اعرفش كمان ده هيدي القطعة العلاقات الاجتماعية وكمان 20 سنة هتبقى إيه على الناس مزبوط. دي يعني دي ناس ما تعودتش تقعد مع حد وتضحك صح مزبوط. بقى يضحكوا على التليفون لوحدهم يضحكوا لوحدهم يعني مزبوط. حاجات غريبة جدا لا دلوقتي كمان المشكلة إن أنت مثلا لو حصل فرح خطوبة حالة وفاة زمان كانت الناس دايما بتحب تروح تعزي بتحب تعمل الواجب تبارك على تويتر معزه البقاء لله ده صحيح انا اسف ما عرفتش اجي يعني الناس بتستسهل موضوع المسجات طب تعالوا نروح بقى للسهر في لبنان بقى اللبناني طبعا اللبنانيين معروفين بالسهر والنايت لايف زي ما بيقولوا انا بسميها بيحبوا يعيشوا بيحبوا يعيشوا وبيعرفوا يعيشوا ازاي بيعرفوا يتبسطوا كده يعني زمان كان اللبنانيين يقولوا لي احنا زمان ايام الحرب كان بيقول لك بيشوف الأزيفة قدامه الناحية التانية وسهرانين عادي ومبسوطين أنا أخويا كان بيشتغل هناك وقت الحرب بيقول لي شعب غريب يا هشام العمارة تتضرب النهاردة بكرة الصبح يبتدوا يوضبوها من أول وجديد ما بيستنوش وبالليل تلاقيهم سهرانين في تحت العمارة اللي اتضربت مظبوط ده جالكم منين بقى يعني لأنه تعلمنا أنه لازم كل يوم شو ما تنكسر ترجع توقف كل ما تنكسر ترجع توقف وإلا ما كنا شعب عربي نحن ما كنا شعب نقدر نتحدى اللي عم بيصير ولازم نضلنا هيك وإلا ماشي كنا انتهينا من زمان يعني بس هي كبيرة والله للشعب اللبناني طبعا الحمد لله الحمد لله عايز اقول لك برضو يعني لبنان والشعب اللبناني دول احنا لما بيجي فرصه ان احنا نطلع على لبنان طبعا تحس اول ما حد يقول لك احنا رايحين لبنان تلاقي ضحك ضحك مبسوط انت من ساعه ما بتنزل من المطار يا هشام بتدخل المطار من ساعه ما بتسمع فيروز من المطار وانت خارج من الشارع بتحس ان في حاجه
لازم تاخد نفس كده، تحس ان في حاجه حلوه، شوارع بتحب تمشي فيها، يعني تقدر تصحى الصبح تنزل تمشي في الشارع مبسوط، الناس كلها ماشيه مبسوطه، الناس كلها تحس ان هي نازله رايحه الشغل مبسوطه، محدش رايح متضايق، كل الناس نازله واخده بالها من نفسها، متشيكين والدنيا لطيفه هناك، بلد شيك بجد، يعني باريس الشرق زي ما بيقولوا يعني. مظبوط. بس كمان خليني اقول شغله، لانه انا قاعده معكم هون، انا ولا مره لي 24 سنه بجي على مصر، يعني انا من بدايتي مع دكتور جمال سلامه وشعر الابنودي الله يرحمه ويعطي الصحه لدكتور جمال سلامه، كمان ولا مره نزلت بمصر بجد، من الطيارة للسيارة اللي بيفتح كله عسل بعسل بعسل، يعني كمان ما في يقول إنه أنا ما بفتح مطرح إلا ما بنقي سكر، هلا ما بعرف إذا أنا معايا يمكن يعني كمان هو المصري مع الغير بيضحك له ومبتسم رغم كل شيء مثل ما اللبناني، بس إنه كمان هنا يعني ما في يقول إلا ما في عسل بعسل بجد، يعني يعني هي حقيقة من قلبي بدي أقولها، يعني بقول لهم أنا لا بجد عن جد. تعالوا بقى نرجع تاني موضوع السهر زمان، يعني بص بقى، انا الممثلين زمان انا بحبهم كلهم طبعا، استاذه هدى سلطان، لا انا بصي استاذه هدى سلطان طبعا الله بعشق طبعا تمام، بحب مثلا يعني مع احترامي لكل الناس شاديه بالنسبه لي حاجه ما حصلتش. مين ما بيحب شاديه؟ لا ده الباشا اشتغل مع شاديه مع هدى هانم، مع هدى هانم برضه سلطان طبعا. خبرنا شويه عنه. لا جيل لا بص، هو اشتغل مع الجامدين كلهم، جيل ما فيش زيه، مع الاستاذ فاتن حمامه طبعا. ايه فاتن حمامه حضر، كان صغير وشايف شاوي ساعه الاسانسير، مشهد الاسانسير فاكره طبعا، حد ينساه؟ احمد مظهر، فريد شوقي، كله بص تعال نشوف الصوره من الفيلم ده، بس كان قمر. ايه حلو، برنس من هو صغير، برنس والله ما اتغيرتش. هي بس الحته اللي هنا اتاكلت سنه، مش مشكله ما اتغير. لا بس ما اتغيرش. بس بصي برضه بصيته عامله ازاي، ديب قاعد من وسط. بس خليني اعلق على هذا الفيلم بالذات، هذا الفيلم كانه معمول النهارده. ما شاء الله، لانه القصص اللي كانت طبعا، لانه القصص المشاكل الاولاد واللي كانها اللي موجوده دلوقتي. لا عايز اقول لك حاجه، والفيلم ده اتعمل النهارده مع احترامي طبعا، هيتعامل بالشكل هو نفس الشكل، بس التكنيك مختلف. بس يعني نفس المشاكل صح؟ ان كان بالتدخين، ان كان بالانترنت، ان كان البوي فريند والجير فريند والعايز اللي مظبوط من ده، وتعرف ولد وما تعرفش ولد ويجي البيت ولا ما يجيش البيت، هي نفس المشاكل. بس انت مثلا في الفيلم ده كنت بتشرب سجاير من وراها، وكان بيشرب سجاير وباين ان هو بيشرب سجاير بجد، ده فعلا مش تمثيل. هو كان بيشرب من قبل الفيلم، خلي بالك. قد ايه كان عمره يعني؟ انا شربت اول سيجاره وانا عندي 9 سنين. يخرب بيتك على الخبرية، يخرب بيتك على الخبرية، ما انت مالش لازم خلي 9 سنين. طب وايه؟ عرف امتى بقى؟ عرف وانا عندي 16 سنة. بس عمرك طبعا ما شربت قدامه، مستحيل. لا شربت قدامه بعد ما عرف، بعد ايام الثانويه العامه. جه وكنا على الغدا، كان اخويا ثانويه قبليها، فكان بيشرب بقى، عزم عليه بسجاير وقال له اشرب قدامي. فجينا على الغدا، بعد ما خلصنا غدا طلع سيجاره، عزم على اخويا بسجاره وراح عازم عليا انا. فانت مش عارف تاخدها ولا ايه؟ انت بيختبرني ولا ايه؟ قال لي اشرب، انا عارف انك بتشرب. فرحت واخد السيجاره مولعها وسايبها في الطقطوقه لغايه ما اطفت. انت مش قادر تكمل. بعديها بقى بسنتين ثلاثه بعد ما اتعودت، وقال لنا يا اولاد انا ما بقولكوش، انا بقول لكم اشربوا قدامي، لان انا لغايه النهارده لو عند ابويا ودخل عليا بخبيها، فما بحبش اعمل كده. فانا عايزكم تشربوا سجاير عشان خلاص يعني ما انا عرفت. ومش حكاية إنك بتحترمني ولا ما بتحترمنيش، لأن عارف كويس قوي إنكم بتحترموني من غير سجاير دي. حلو. فأنت هست بقى سجاير بقى تمام. فبعديها بسنتين ثلاثة كده رحت له مرة، قلت له أبو الصلح معلش يعني. أبو الصلح؟ حبيبي، ما أنا بقول لك أصحاب يعني. معاك سجاير؟ يعني أقول لك إتش عادي يعني. قال لي عادي. وكنت بسمح له يقول لي إتش. قلت له ممكن اخد سيجاره؟ قال لي قلت له طيب، حطيتها في بقي وبعدين بدور، قلت له طب ممكن نولعها؟ بص لي كده قال لي انت ما عندكش من ادوات التدخين حاجه غير بق؟ لا بتشتري ولا بتكلف نفسك وتقاطع ايدك بس من الحاجات دي، من الحاجات اللي افتكرها له يعني.
وانت عملتي كده مع ابنك مثلا ممكن يشرب سجاير؟ انا لسه صغير 7 سنين. ما فاضل له سنتين ويشرب يعني كمان سنتين يشرب خلاص. هلا هلا مش لحظه مش هخليه يحضر لانه لا خبر خبريه صغيره بكلبش السنه دي عمره 7 سنين ونص بيقلب اول يومين ثلاثه رمضان حضر المسلسل تبعكم كلبش انغرم فيه قال لي مام حلو كثير واكشن وكذا وبلشت انا اكمل معها. فهلا اذا بدي اقول له انه لانه عارف انه عم بصور معك ومحضر وبدي اقول له على السيجاره حاعمله بوب كورن اخذه على الغرفه بالوقت في الجزء ده عشان ما يسمعش بس عشان يسمع. دي اكتر حاجه غلط عملتها في حياتي بصراحه يعني. لازم كل الاطفال يعرفوا انه مش صح. لا مش صح يعني 9 سنين ده كان هشام سليم ده كان وضع لا كان وضع مختلف كان غباء واتخذت علشان اخبي يعني اخويا واحد صاحبه خدوني معاهم عشان اشرب سجاير عشان لما شربت وكحيت قلت هروح اقول لابويا قالوا لي روح ما انت بتشرب معانا مش كده يعني بالاكراه عشان ما تعترفش فاتزنقت فكل يوم كنت بروح بقى لا شوف بقى شفت ابن بسكال عامل ازاي جميل يا روح ما شفتيش انت سليم ابنه هو اسمه ايه إلي بس بغنجه للو للو او الياس الياس او للو بس بحب اقول له للو ده في عندك حد ثاني ولا هو واحد لا واحد للو ربنا يخليه لك صاحبي وابنك قد ايه عمره انا عندي ما شاء الله 3 اسم الله قد ايه عمره عندي سليم 9 وليلى 8 وعندي ميلي بقى دي عندها سنه ونص الله يخلي لك اياهم وان شاء الله تجوني ايام حلوه يا رب امين ربنا يخليك عبد ده قدام نيلي دي هيريل لا البنت حبيبه ابوها والواد حبيب امه والله ده غير كده هو متعلق بسليم تعلق رهيب هي ملهاش بصي ملهاش يعني انا مش مقتنع بحته ان البنت لابوها بس انا بحس هيك لا خالص والله خالص يعني في كده وفي كده انا بحب الثلاثه طبعا لا هو الواد هو الواد لما بده حاجه بيروح عند امه بس الاولاني هو بيبقى لا بس هو متعلق بيك قوي متعلق بيا جدا فوق ما تتخيل في احلى من الولاد عن جد ربنا يخلينا عيالنا كلهم يا رب امين يا رب امين يا رب قبل ما تسمعينا بقى حاجه لشاديه عايز اعرف انت الاول كانت علاقتك عامله ازاي بشاديه ويخبرنا شوي هيك لا مش احنا اصل احنا بنتبسط لما نسمع عن الناس دي طول عمرنا بنتفرج عليهم ما نعرفش الدواخل عامله بص الجيل ده ما كانش فيه حد يخش لك ب 17 حد ماشي وراه لا كانوا عاديين جدا السواق يجي يخشوا يقعدوا في الاوضه يجهزوا بتاع يشوفوا الناس يقعدوا يتكلموا معاهم عادي جدا ما كانش فيه الهيبه كانوا بسطاء جدا بس كان فيه الهيبه برضو اكيد لما بتيجي تشوفها لا الهيبه طبعا موجوده لان دي شاديه او دي هدى سلطان او دي فاتن حمامه او ده احمد مظهر او ده رشدي اباظه الابهار انك قاعد معاهم يعني معقول انا قاعد معاهم انما لما تيجي بقى تشوفهم ما بتبقاش قاعد مثلا خايف تتكلم ولا لا ده اللي بيتكلموا ويهزروا ويسالوك انت بتعمل ايه ويناقشوك فيها بمنتهى اللذه والبساطه ويشتغلوا بيقلبوا الشغل عندهم حاجه مقدسه بيجوا قبل الميعاد بيعملوا مكياج بيجهزوا بيكونوا من اوائل الناس اللي قاعدين في الـ في الـ في الـ في الديكور الشغل جايين حافظين يعني في منهج معين كان موجود زمان بيتلاشى شويه بشويه دلوقتي طب بمناسبه بقى شاديه نسمع لها حاجه حلوه طب يعني بتغنوا معي انتوا ممكن تختاروا الاغنيه قبل شاديه بالصوت ده ايه هاي عن جد شو بدكم انتوا هتدبسنا انت دبوس رهيب هندندن معاك يا معاك المايك هنا راح منك يا عين بجد ايوه هذا ديو الله تريو ان راح منك بجد ايه او بكون تغيروا الراح اللي انت عايزاه انتوا اللي عاوزينه شباب انا مش حافظها بصراحه لا غيره شو حافظ انا يعني اللي اعرفه منها اللي هنقول معاك يعني انت يا عين هيروح من قلبي فين ده القلب يعني حافظها ما يحبش مرتين برافو صح ايه بس الطبقه تزبط مع بعضينا بتزبط طبعا يلا بلش انا اتفضلي طبعا انت هتبتدي واحنا نقول بقى ده القلب يحب مره بس ده القلب يحب مره انت تقول عايز اقول لك حاجه لاول مره في التاريخ ايوه هشام سليم هيغني على فكره دي تتحسبك يعني غير المسرحيات والعرض بتاع المسرح بس خدوا بالكم بقى وانتوا
طالعين جري من الاستوديو ما تتكعبلوش على بعض. ما تخافوش. طيب رح نعمل حاجه هلا، انتم ممثلين قادرين. اوكي انا حنغني وحنمثلها. يلا اوكي. يلا شو انت بقى؟ شو انت يا شيخ؟ شو انت العربيه؟ عايز اقول لك بقى، انت هيتحسب لك انجاز. دي اول مره هشام سليم بيطلع على مسرح يغني، دي ما حصلتش. خلي بالك يعني. بيحاول يغني عشان لا بس غنيتوا اتنينتكم حلو. طيب غنوا حلو او ما غنوا حلو؟ خلاص تريو نازل على السوق هيدا. يلا يا ريت. لينا الشرف، لينا الشرف والله. في ناس بقى بتحب الاغاني او بتحب المزيكا كل واحد بشكل مختلف، يعني لو جيت النهارده سألت هشام سليم قلت له بتحب مين من المطربين؟ يقول لك انا بحب الاغنيه الحلوه. قال لي كده. ايه اللي مين من المطربين اللي كانوا بيعجبوك زمان من الجيل القديم؟
زمان طبعا عبد الحليم. تحب اكتر عبد الحليم ولا ام كلثوم ولا كل واحد في لا ام كلثوم حبيتها متاخر. متاخر عبد الحليم لا، عشان كنت بشوفه في افلام وبتاع وكلام مش عارف ليه تعاطف اكتر. احنا كلنا على فكره كل الناس كده يعني، وانا صغير برضو حبيت ام كلثوم متاخر شويه عن عبد الحليم، ولا عشان ما كناش بنفهم كلامها؟ ما كنا بنفهم ما كناش بنفهم الكلام، ما كناش بنرفع بنفهم المشاعر اللي هي بتكلم عنها. مظبوط. وبعدين كانت اغانيها بتكرر الجمله نفسها لو عملتها 10 مرات فكل مره مختلفه عن الثانيه، وكل مره بتلاقي الناس اللي كانوا قاعدين بيسقفوا ومبسوطين تاني. ما كانش عندنا الودن اللي تسمح انك انت تقعد تعيد في الكلام وانت مش فاهم بالظبط ايه ولا حاسس بيه. ما تزهقش منها طول الوقت. ما بتزهقش. وبعدين ايه الشغل المهم؟ انا لغايه النهارده بشوفها في التلفزيون عندها سهرات ليالي يتفرج عليها عادي. ام كلثوم دي والجيل اللي بعد ام كلثوم تحب مين؟ اللي بعد ام كلثوم تحب ورده انت قوي. ورده جميله. ورده بني ادمه جميله كمان بصراحه يعني. الله يرحمها. في مين؟ الله يرحمها طبعا، والاثنين التانيين برضه يعني. طب والجيل بقى الجديد بتحب مين؟ الجيل الجديد مع الاسف انا شايف ان في اغاني كتير قوي شبه بعض، نفس المزيكا ونفس الاداء تقريبا ونفس نبرات الصوت، ولكن في بعض الاغاني عشان كده بقول يعني مين، مين غير باسكال؟ غير باسكال مين؟ لا انا ما بحبش فلان الفلاني، انا بحب اسمع المزيكا وبعدين ابقى اعرف مين ده مين ده مين. وكلهم عندهم. طب وانت يا باسكال بقى، انت معروف عنك ان انت بقى ايه بالبلدي كده، بنت بنت بلد وجدعه والولاد بيحبوكي، وانت من وانت صغيرين كانت مدرسه ولاد اصلا، كانت مع ولاد في المدرسه. مدرسه فمن الناس اسمع عنا مركزيه يعني. انا لما صار الحرب نقلوني من بيروت على جون يعني. أوكي. يعني من شرقيه لغربيه. فلما فت المدرسه فت طلعت بالملعب لقيتهم كلهم صبيان، كلهم ولاد، فهن عملوا لي هيك وانا عملت لهم هيك لانه كان بعدها مش مختلطه يعني. بعد شهر شهرين بلشوا يفوتوا البنات. بس ضليتنا انا اخذ السكسي فيها يعني، كلمتي ما بتصير اثنين، اللي بدي مثلا بيبسي جيب لي، اللي بدي البسكويت جيب لي. الله حلوه دي. اللي يعني عن جد غنجوني كثير، ويمكن من ورا هذا الشيء. لا ده كان في مدرسه ساعتها في المدرسه. هلا بخبرك عليها. كانت مستفزاكي دايما طول الوقت. كنت قد ما كانوا يدلعوني ومغنجه يعني. فمره في معلمه، انا ما بحب المات يعني، كنت شاطره بكل شيء الا المات، زيرو بالمات. انا العكس، شاطر بالمات. كنت خايف في كل شيء غير الرسم يعني ما فهمت يعني. ما بعرفش يعمل حاجه في المدرسه غير يرسم الا بس الرسم، ولا سيونس ولا غير الرسم. كارثه يعني. وكان عشان المدرس بيحبني زي الفل وما فيش حاجه. خلاص مش مهم، المهم يكون ناجح في حاجه. انا عمري ما اعترفت بان الدراسه هي النجاح والفشل. لانه في بيكون عنده شيء، في ناس بيبقى عندها حاجه صح ما يعرفهاش غير متاخر. مزبوط. وبعدين مش الكتاب هو اللي هينجحك، ما هو في ناس اوائل وناس بينجحوا وعمرهم ما بيشتغلوا برضه. انا شفت قطه يخرب بيتك. خلاص خلاص ما تخافيش، خلاص ما تخافيش. تعالي 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 ما تخافيش. تعالي تعالي. انا كل ما الاقي القعده كده ايه قفشت، او ما دخلتش القطه. كل ما ليك متضايق هدخلك انت القطه، مش ليه. لا لا خلاص خلاص خلاص، مشيت مش نيو. انتوا عم تعملوا ضرب؟ نيو. لا انتوا عم تعملوا ضرب؟ لا لا والله خلاص 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 مشيت مشيت مشيت. والله والله ما بتاعتنا، مش احنا يعني، مش فقره جوه البرنامج عن جد. والله لا دي حاجه مشيت يعني خلاص. انا كنت فاكرك بتخافي من الكلاب بس. لبسينات كمان كله، بس العصفور والفراشه والحمير والحصان والجمل ما بخاف منه. بتروحي الهرم؟ ايه. طب وبطلع على الجمل بحبه. ايه ما عندي مشكله. والعصفور وتخافي من القطه؟ انا حاسه ما تخافيش والله. لا ما فيش حاجه والله. والله عن جد والله ما في حاجه. مش عم تعملوا ضارب يعني؟ لا 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 ما فيش حاجه. يا وقت المهيوبه هلا. تعالي نرجع بقى. انتوا عندكم بسينات يعني بتفوت دايما؟ بتعدي كده تاخد حاجه وتتكي على الله يعني. اوكي تعالي بقى نرجع تاني للمطربين بتوع زمان. عشان حلو. خلاص خلاص حلوه دي حلوه دي حلوه دي. انا عشانك انت. انا ناقص. خلاص خلاص
خلاص والله والله مشيت. ما تخافيش ما تبقاش وحش بقى. يا رب دخيلك. ما تبقاش وحش يا رب دخيلك. هذا صار بدي مية شوية يا ربي. عايز واحد تاني يا هشام؟ لا خلاص خلاص خلاص. أنا بعملها عشان هشام مش عشان أنا خايف جزمتها تطلع في أخويا وببسطك. أخويا وبدلعك. الكعب ده خطر. استنى عادل الكنبة بس. خلاص والله مشيت. وحيد الله خلاص. بس في واحدة تانية جاية هناك. لا بشرفك خلاص. لا وحيد الله. لا وبشرفي لا مفيش. بشرفك خلاص. بشرفي مفيش. خلاص شرفكم. وبعدين عايز أقول لك حاجة. لو جت ما تقوميش أنا هقوم. هدافع عنك. أنا هحميكي أنا. أنا هحميكي. هلا بدكم تحموني من الفتينات. يا وقت المحيوبة. تعالي بقى نرجع تاني لموضوع المطربين. نرجع تاني. أيا نرجع تالت. أنا بقى كنت بقول لك أنت بنت بلد ليه؟ عايزة مية ولا حاجة ليمون؟ لا خلاص مش الحال. أنا كنت بقول لك ليه بنت بلد وجدعة؟ إيه. انت من نوع الناس اللي بتهيالي ان انت لو سالناهم على اي حد مش هتكسف يقول. يعني لو جيت مثلا النهارده في ناس معينه لو جيت قلت لها بتحبي من المطربات تعوم لك الدنيا عشان ما تقولش حد بعينه عشان التانيه ما تزعلش. انا متهيالي انت لو سالتك بتحبي مين اكيد بقول ايه. ما عندي عقدة ابدا لانه دايما الانسان اللي عنده ثقه بنفسه واللي عنده حب للخير واللي عنده ثقه وبيحب الكل ما بيقول ما عنده مشكله ابدا يعني الا اذا كان حدا متخانق معه ما بده يقول يعني. يعني حد من الجيل بتاعك ده بتحبه؟ مش بس من جيلي، من جيل اللي قبل والجيل يعني اللي هم الحبه في الاخر 10 سنين. بنبلش بمصر. بحب شيرين جدا وبحب انغام تامر عمرو دياب بقوله معايا حمائي مين يا ربي بعد في كمان القبل إيهاب توفيق في كتير يعني مصطفى يعني قمر وحميد الشاعري ولا عبد الخالق في هشام عباس عامل حاجات حلوه يعني في يعني بالعكس ومثل ما قال في فنانين له ميزه مش اكيد بحب بحب كل الناس ليه ما بدي احب نحن بستان وبتفوت تاخذ الورده اللي بدك اياها كل واحد له لونه كل واحد له مذاقه كل واحد له بينجح مثل ما قال لك بحته باغنيه عرفت شو قصدي فانه لكن عمرك رفعت بس سمعت التليفون على حد عامل اغنيه كويسه بتكلميه تقول له مبروك دي حلوه قوي وعجبتني الأغنية بتعملي ده بتبارك للناس يعني لكن للناس لا إذا بعرفه لو صحابك يعني مين أكتر حد من صحابك في لبنان مطربين أو مطربات ليه كيف بتصير إنه منتلاقى بالمطار بجد أو منتلاقى بحفلات أو كده لكن مش صحاب قوي مع بعض ما في ما بتصير أنتم كيف بالتمثيل أكتر ما نحنا يعني أنا يمكن ما بتصير بس رح اقول لك كيف بتصير بنكون مثلا تلاقينا بالمطار بتقلي مثلا اغنيتك حلوه بقول لها انت كمان اغنيتك يا عم ما نتلاقى ما بنتلاقاش عارف كيف بتصير الكلمتين اللي بيتقالوا دائما في المطار بس لا انا ما بجامل اذا ما حبيت يعني اذا بقول في الا هلو ما الا حبيت لا من غير مجامله بس طبعا بتسالي بس اذا حابه حاجه بقول لها برافو مثلا كيف الاخير روعه مثلا اغنيتك حلوه انه في حاجه بتقولها يعني لكن اكثر صحابك من برا الوسط الفني انا اكيد ايه وبتسهروا في البيت بتعملوا عادات ايه 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 بعمل عادات حلوه جدا بكره لما تنزلوا لبيروت بعملكم قعده حلوه وانا مش شايف ان يا اخويا خليني اكمل له انا اسف مرتين صار سالني على السهران بدي هو عاوز يجي لعندي معاه قطه بياخدها كل عيد بيت القطه واللي جاب القطه لا شيلوها بقى يا جماعه خلاص خلاص بجد خلاص لا خلاص لا عن جد هي مقلب او لا والله لا والله هي قطعه كده عادي 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 بالسهرات لقلكم شو بعمل لما انا مع مره بالجبل يعني ببيروت يعني بالشتاء بالجبل زي ما انتم بتروحوا على الساحل انا بحب كثير الجبل خرب بيتك ما بقى تطلع هيك ولا لا انا بعمل رقبتي كده مش حاجه والله ليش عم تعمل مساج ولا حاجه في ايه دي عندي حاله عندي حاله بتجيلي كده لما بشوف حد حلو يعني لا ما تلاقيش والله خلاص والله مشيناه والله مشيناه والله ما فيش عنده حاله ايه والله مش هلا طلع عندك حاله يا ساعات يعني ما بتجيش كتير مش الحاله المهم تقطع الصاره نقعد بالجنينه بعمل تبوله بنعمل مشاوي بتعرف تطبخي كويس يعني. جدا مش كل شيء بس ست بيت يعني ايه تعلمت اطبخ كرمال ابني لانه الماما علمتني انه الحاجات اللي بحبها ابني الله يطول لي بعمره انه كرمال ابني لانه حلو كثير تطبخ لابنك ما ياكل من السوق يعني فتعلمت مؤخرا انه اعمل اشياء كثير طيبه يعني بتعملي كشري سمعتك بحب كثير الكشري وبعملها ايه والشطه جوزي علمني عليه كيف البصل والبندوره وتحط الحر سلام. عليها والعدس والحمص كشري مصري 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 ايه لانه كشري مصري يا اخويا ما فيش حد هيدي مصريه بيور 100 رز ومكرونه عادي عليه والعدس والحمص كثير بحبها اهم حاجه البصل لما اقدر والبصل ايه البصل مع الطماطم بس انت معاكي حد برضه هنا ايه بيموت بقى في الحاجات الصحيه انت معاكي ملك البحار عايز اقول لك
يعني 10 شهور في السنه ده قاعد في الغردقه وشرق والجونه والبحر الاحمر ده عايش هناك طول الوقت. ليك انا بحب البحر وعندي شاليه على البحر بس بحب الجبل لاقول لك ليه. بحب الليل القمر بيضوي بتشم ريحه الصنوبر والشجر يعني كل واحد حسب مثل ما هو بيرتاح في البحر. بحب ازرع ورد وانكش باخذ بسكليت وبمشي بحب الطبيعه بحب المس عارف كيف وايام بحب البحر بس بحب الجبل فبالسهرات بعمل بوب كورن وبنقعد بنحكي بنتذكر قبل مندردش عن الناس هيك اللي ما بنحبها ايام شوي بنتمسخر بنضحك يعني بس انه اجمالا بنلعب كوتشينا وبصرخ وبعيط بنلعب فوتبول بنشوف اذا كان في ماتش مثلا مصر مع حد او بيروت مع حد. بتحبي سهرات البيت اكثر إيه يعني؟ ايه بحب اكثر من ال اذا بدي اظهر بظهر انه يكون في هيك جاز ميوزك كلاسيك ميوزك اشياء ايه مش كثير مثل ما بقول. وساعات وانت قاعده في البيت كده بتغني لهم يعني في البيت وانتوا قاعدين؟ اكيد بندم. طب ما تغني لنا واحنا قاعدين كده مش لازم تقول مش هتعبك بس اسمع حاجه الورده الاتش بيحب ورده ولا؟ بدأ؟ الاتش؟ الاتش الاتش هشام عندنا الاتش اتش طب اعمل لي انا شيء بسكال اتش بسكال ميتش بيكس ممكن بيكس 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 اصل هتبقى بيسك مش حلوه يعني اذا بتقولها بدها تمشي عليك والله بيكس 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 ايه رايك بيكس حلوه؟ راحت بصبص اجت بيكس يبقى انت بيكس النهارده طول اليوم اوكي بنقول اطلع عليكي بيكس الفتره اللي جايه طب يلا شو بنقول لورده؟ بنقول في يوم وليلة مثلاً؟ في يوم وليلة يلا ده بليغ
اللي ملحنها. لا في يوم وليله عبد الوهاب. عبد الوهاب كمان. طيب محمد عبد الوهاب ما هو لازم يبقى حاجه كده. لا حاجه عظيمه. يا حبيبي كنت وحشني. انا شايف ان باسكال او قلت لك ايه الدلع الجديد بتاعك بي اكس بيكس بيكس انا سامع ان بيكس سخنت صح سخنت يعني عايزه أيوة أيوة الصوت أيوة فتح بقى والدنيا أيوة تعالي عايزك معايا في مشوار تعالي نروح مشوار وبجد بقالك هيوديك عند القطه لا والله ما تخافيش والله ما تخافش تعالي والله خدي بالك بيبقى معاك انا ما اضمنوش والله ما تخافيش انا عشان انا في اغنيه كده انا بحبها جدا اوكي يا جماعه ايوه و في اغنيه بحبها جدا وبحب اسمعها طول الوقت ايه وبحب اشوف صباح وهي اصلا بتغنيها شو هي؟ ساعات ساعات الله اوكي ثانك يو يا
احس قد ايه وحيده وقد ايه الكلمه بلساني ماهيش جديده احس قد ايه وحيده وقد ايه الكلمه بلساني ماهيش جديده وقد بعد ما سمعنا بقى احلى اغنيه انا بحبها سعاد سعاد بالاداء الرائع اللي كان على المسرح ده طبعا تسلم ايديك حاجه عظيمه تسلم يا قلبي وصلنا دلوقتي بقى في السهره بتاعتنا لاحلى جزء انا بحبه في السهره معانا النهارده بطل حقيقي قصه كفاح وقصه نجاح محمد صبحي انا مسامحك ازيك يا حماد ازيك يا باشا كله تمام كله تمام انت باشا مصر لا انت اللي ماشي يا حبيبي والله حبيبي والله تسلم انت دلوقتي بتلعب تنس ارضي ومدرب لياقه بدنيه ومتهيألي انت الوحيد او انتوا اتنين بس اللي بتعملوا الموضوع ده صح؟ خلينا ابدا لك من الاول انا بلعب تنس احكي لنا من الاول كراسي متحركه او ويل تشير تنس هو بيتلعب على نفس الارضيه بتاعت التنس بالظبط نفس ملعب التنس نفس الملعب نفس كل حاجه نفس القوانين بس انت بتبقى قاعد على كرسي متحرك ليه مقاسات حاجات معينه كده يعني بيتحرك طبعا بطريقه غير الكراسي العاديه بالزبط. يعني العجل بتاعه بيلف طبعا اكتر بالظبط بيلف 360 عشان ما تقعش يعني واسرع شويه كمان سريع عن الكرسي العادي عشان تقدر تقدم بكهرباء ولا بليد؟ لا 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 يدوي عادي مانيوال عادي مانيوال عادي الفرق بس ما بين التنس ده والتنس الثاني الكره ممكن تنط مرتين يعني في التنس العادي الكره تنط مره واحده هنا ممكن تنط مرتين وتلحقها بس ده موضوع صعب قوي بصراحه يعني هو الصعوبه في التحرك انك ازاي بالظبط بايد فيها مضرب وايد لوحدها بالظبط بالظبط فانت بتلف كده على طول ولا بتلف ازاي عشان تعد نفسك مثلا هو بقى التمرين بقى كتير انت ازاي تعرف تمسك المضرب وتعرف تزق الكرسي بالمضرب وانت ماسك يعني المضرب يعني انت بتمسك المضرب بايده وبتعمل برضو الكرسي بالايدين اللي بنفس بالظبط وفي ايده مضرب وفي ايده مضرب ده هو صعب جدا ان انت تعرف تستخدم الكرسي في الاول وان انت بقى تعرف تلعب تنس اوريدي اصلا التنس لوحده اصلا يعني عشان تتعلمه ده موضوع لوحده فانت بقى تعرف تهندل بقى الكرسي مع التنس ده وخدت بطولات كتير لعبت بطولات كتير جوه مصر وبره مصر يعني الحمد لله انا يعني اول مصر بقى لي اكتر من 3 سنين افريقيا السنه اللي فاتت كنا عاملين مركز ثاني في افريقيا الحمد لله تعال نشوف برضو الصور بتاعتك دي شويه صور بطولات وحاجات كده لا فعلا الكرسي نفسه بدي اقول له الكرسي نفسه هو مختلف عن الهيبه اللي تقدر تتحرك بالظبط او انت لو خدت بالك في عجله ورا كمان في الكرسي عجله في زياده في واحده ثالثه ورا يعني ولا عجله في الكرسي نفسه لا عجله صغيره في الكرسي من ورا اللي بتسنده عشان ما يقلبش منك بالظبط حلو دي كانت في كينيا في افريقيا بطوله افريقيا واخدت كام جايزه بقى مش عارف عندك كام ميداليه يعني كتير يعني مش فاكر الصراحه ما عدتش يعني يعني فوق ال 20 مثلا لا 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 بكتير يعني معدي شويه لا بكتير طب واللياقه البدنيه
يعني الحمد لله انا زي ما قلت لك لا انت كنت اشرت لحته الكروس فيت او الفيتنس. احنا عاملين حاجه يعني انا بلعب كروس فيت وبمرن دلوقتي كروس فيت. هو احنا مش اثنين بس، واحنا كتير يعني، في ناس كتير موجوده في مصر دلوقتي بتتمرن كروس فيت وبتلعب كروس فيت. بس اللي احنا عملناه ان احنا في مكان اسمه فيتيولوجي، هو ده يعني كروس فيت بوكس كده بنلعب فيه. فانا كنت رحت لعبت هناك اول حد مثلا كنت اروح المكان ده يبقى عنده ديسابيليتي يلعب كروس فيت. فتعرفت على صاحب المكان وهو مدرب برضه، بدانا انا وهو نعمل تدريبات كده تبقى معينه، ان انت تعرف مثلا يعني لو حد ما بعرفش يعمل حاجه عشان عضله معينه مش شغاله عنده، فيعني عارف بنتحايل على الموضوع ان احنا نقدر نوصل للعضله دي يعني. فعملنا زي حاجه كده اسمها فيتابيليتي، عملنا حاجه اسمها فيتابيليتي دي اللي هو هاو تو تيرن ديسابيليتي انتو فيتابيليتي، ازاي تخلي الشخص اللي عنده اعاقه ان هو يقدر يتغلب عليها من خلال ان هو يبقى فيت، او ان هو يبقى قادر ان هو يبقى اندبندنت او مستقل شويه ان هو يقدر يخدم نفسه. ومش قصدي بفيت ان هو يبقى السوبر هيرو، ان احنا لازم يبقى اي حد على كرسي متحرك نفسه سوبر هيرو، لازم ان هو يقدر يساعد نفسه، ان هو يقدر يدخل الحمام، يقدر ينقل نفسه من الكرسي صح. على العربيه او في اي مكان تاني بتاع. فقدرنا في خلال الفتره اللي فاتت ان احنا في اكتر من 50 حد جه يتمرن، ودلوقتي احنا شغالين معاهم. في ناس منهم اتطورت كتير، وفي ابطال قديم موجودين اوريدي بييجوا يتمرنوا مثلا. يعني مش كل واحد بيجي لنا بيبقى ليه هدف، مثلا انا بطل رياضي فعايز اوصل بدل ما بشيل 100 كيلو عايز اشيل 200 كيلو مثلا، فاحنا بنشتغل عليه على التارجت بتاعه. في حد تاني عايز بس اعرف انقل نفسي على الكرسي، فبنشتغل عليه على الحكايه دي. بناخد منه التقرير بتاعه ونشوف ايه العضلات اللي شغال عنده ونقدر نقوى له اكتر شويه علشان يقدر يساعد نفسه. طب اشمعنى انت بقى محمد ما فكرتش ان انت تشتغل على نفسك، ان انت يعني توصل نفسك انت تقوم بس الحمام او تقعد على سرير؟ يعني ايه اللي خلاك بقى إصرارك توصل لمرحله ان انت تدخل بطولات وتبقى بطل يعني عالمي؟ بص انا جت لي اعاقه وانا عندي سنتين. كنت بدات امشي وانا عندي 9 شهور مثلا كده. فبمشي بقى وبتحرك وعادي وكده. بعدين جه في يوم حصلت لي سخونيه وبرد وشديد كده وبتاع. بعدين رحت للدكتور فكتب لي على العلاج، فكان في جرعه معينه كده حقنه ان انا اخدها، فاداني جرعه اكبر شويه، فعملت ضمور في عضلات رجلي وعملت تاثير في العصب والعضل بتاع الرجل. فقعدت اتعالج حوالي سنتين مثلا علشان ما ينتشرش بقى في باقي الجسم وكده، ففضل في رجلي اليمين بس. فبعدها لما رجعت البيت انا كنت لسه طفل صغير يعني عنده 4 سنين ولا حاجه، فقعدت يعني والدي الله يرحمه خلى اخواتي يبداوا ينزلوا يحبوا تاني على رجليهم علشان ما يحسوش ان في مشكله. فمن هنا بدات بقى ان انا ايه لازم ارجع اقوم امشي تاني وبتاني. فكنت عشان امشي في الاول كنت بستخدم مركز زي ده، واحد كمان مع 2 وسبورتر كده او جهاز بيتحط في رجلي يمسكها علشان تقدر تمشي بيه، يثبت الرجل. بالظبط. لو حد اتفرج على فيلم فورست جامب مثلا كان في حد اللي هو الممثل لابس توم هانكس بالظبط كان لابس البتاع ده. فانا ده كان بيضايقني قوي يعني، حتى لو شفت في فيلم هو كسره في الاخر. انت نفس الموضوع كان شكله بيضايق. فكان بيضايقني عشان تقيل وكده وبتاع. فقدرت ان انا واحده واحده ان انا استغنى عنه واستغنى عن العكاز الثاني. دلوقتي بقدر امشي بالعكاز ده كويس وبقدر اجري وبتاع. اخر مره جريت 100 كيلو مثلا من هنا للقاهره للسخنه، كانت السنه اللي فاتت كنا عاملين 100 كيلو هناك. فهي الموضوع كله بقى تمرين وعزيمه شويه. لا دي بص هو دي الميزه برضو ان انت ما يعني ما وقفتش عند نفسك انت بس والمرض. لا ده ابتدى يخلي الناس كمان تعمل زيه، يعني زي باسكال مثلا لسه بيكس لما كنت بتكلم معاه الفتره اللي فاتت كانت متطوعه ان هي تطلع لكل الحفلات اللي ممكن الناس ذوي الاحتياجات الخاصه مزبوط. تعملها كانت بتطلع تتطوع في الحفلات دي صح؟ فكل واحد لازم يبقى راضي من جواه صح. وراضي باللي ربنا بيديهوله متقبل جدا عشان يقدر يعيش بالظبط. بس هو الفرق بقى بين اي حد وبين محمد صبحي طبعا انا بجد بحييك على اصرارك وعلى التحدي اللي جواك، واتمنى نشوفك في 2020، ولو رحت 2020 انا هتلاقيني معاكم في 2020. برافو. كلنا مصر كلها ان شاء الله. دلوقتي بيكس بقى هتسمعك من احلى واقوى الاغاني اللي سمعت في مصر، هتغني ميدلي نور الشمس ونشفت اللي دمي. يلا
مفيش مرة وانت على المسرح كده بعد الشر عليك يعني انا شايف ما شاء الله فراش على المسرح. تسلم. ما شاء الله عليك، ربنا يستر عليك. مفيش مرة كده الكعب عمل معاكي الصح؟ بلا. ببدايتي وكنت بتونس وانا عم بعمل طق ونزل الكعب وكنت لبسة بس فستان طويل. الحمد لله. طول الحفلة وانا عاملة بس على يعني واقفة على الكعب. متت وجع بس ما حدا عرف. بس ما وقعتيش؟ لا ما وقعت وشفت الكعب يعني لما لقيته بعدين صرت اعمله احذفه باجري ما حد يشوفه. صارت مرة معي. وقالك حاجة في الاربطة بتاعت الرجل؟ يعني رجلك اتلوت؟ لا بس لانه كانت نكزة مش كتير. لكن ما فيش مرة براولي صريح بقى وقعتي على المسرح؟ ليك انا لا بعد ما وقعتيش مستحيل. وان شاء الله ما توقعيش. بعد ما وقعت لا ان شاء الله. بتبقى بايخة قوي. لانه الا بتعرف ليه؟ لانه لما بتوقع بتضحك ومش عارفه ليه يعني بيتحجوة. ليه هو في حاجه لما الواحد وبعدين ألذ حاجه ان الواحد لما يقع لازم تلاقيه راح قايم كده وباصص وراه. ايه بتطلع احنا بنطلع عليه يعني ايه اللي حصل يعني ايه اللي حصل اكيد يعني. حاجه في الارض مش حاجه بس ما حصلكش انت قبل كده وانت على المسرح مثلا مره؟ لا انا اخيرا كنت بتعمل استعراضات زمان وبتنط. لا الحمد لله ما حصليش بس اخيرا كنت طالع استلم جايزه ورجلي خبطت في طرف السلم فاتنطرت لقدام كنت على الكفي بس ما يعني الحمد لله لحقتها يعني بتبقى صعبه قوي فرحت قايم عامل عادي عادي ما فيش شيء سلمه على فكره يعني ما فيش مشكله لا البيني بالحياه يعني على درجه البيت على كده بس مش بالمسرح لا على البيت مش بس حصلت معايا شغلتين مره بالمسرح انه انا عم بيقدموني وفكت سحبت الفستان لا بالجد وكانت على الهواء مباشر كانت كارثه بس طلع انه بالفستان في مسلين جابوا دبابيس وحطوا المسلين غطوا يعني هو دول السائلين دي كارثه اكبر من هي كارثه دي مشكله كبيره بتبقى مش معمول حسابها بس خالص يعني بتصير بس انت ربنا اصله يعني بيعوض بقى لان هي دايما طول الوقت بتعمل مقالب في فرقتها فعلا طول الوقت صح؟ زي ما انتوا عملتوا فيها مقلب اكيد انتوا عملتوا والله ما مقلب دي قصه معديه كده سبحان الله خلاص هي بتيجي على الحاجات الحلوه القطط ايوه صح. اوكي ما قال لك ناو ناولك من شويه عملت فيها قطه بحب اعمل مقالب يعني حتى بجوزي بعمل مقالب حتى بحب يعني مره كنا بحفله وفي الشباب يعني فرقتي ففي حدا كان كثير هيك من شي 10 كان كثير طيب وبعده ما تجوز كل ما يشوف وحده يطلع عليها لانه امه قالت له لازم تتجوز فيروح تونس يروح كل ما ناطر يطلع عليه يلاقي عروس فقلت له لمنحن بدي اعمل في ضرب فدقيت التليفون على الاوضه وقلت له الو ازيك معجبة فيك كده بصوت غير يعني وكل ما بشوفك انت شو جنتل وكذا هو ثاني تليفون قلت له بليز لاقيني على الطابق الثلاثة لانه اهلي ما بحبوا بخافوا بس حنشوف بعدنا وبلا ريسبشن وبتطلع فهو مش الحال نزل على الطابق اللي انا فيه ايه فلقيته رايح جاي ناطر بيطلع اي باب بده يفتح فتحت انا قلت له شو بتعمل انت هون؟
قال لي ولا شيء ولا شيء. قلت له بس انت مش قلت لك ان شاء الله. قال لي ولا شيء ولا شيء ولا شيء، هيك عم بمشي رياضه. قلت له رياضه رياضه هلا الساعه 1 بالليل؟ قال لي، قلت له ما في شيء. قال لي لا 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 ما في شيء. وراح طلع. فتاني نهار قلت له يعني بعمل، بحب اعمل مقالب مثلا، حدا بدق له بقول له لقيني مثلا على مطرح ما بروح، يعني بحب القصص. ده أذى مش تسليه، بتضحك بتضحك. وانت عشان برضه نفس الموضوع؟ لا لا انا ما لا احب حد يعمل فيها مقالب ولا اعمل حد. لو انت عصبي كمان؟ لا مش حكايات عصب يعني، انت لو واحد صاحبي جدا، بس لما حد بيضايقه، لما حد بيضايقه انت مش فاهمه ستريكت. لا انا عاده اصلا ما بغلطش في حد وما احبش اغلط، فلما بيحصل انا فيا كده بتضايق، لان صح مش المفروض يحصل. بس لو احنا ما فيش حد عايز يضايقك ولا حد يجرؤ اصلا يضايقك. لا لا في لا والله ما في، انت عارف. لا لا المواعيد المواعيد بس بس احنا ايه رايك موعدنا النهارده؟ لا هايله موعدنا، تمام هايله هايله. والسهره كانت حلوه جميله. انا عايز اقول لك انا من اسعد السهرات واحلى السهرات اللي قعدتها بقالي فتره، وكان نفسي اقابلك من زمان واسهر معاكي واقعد معاكي. وانا كمان وانت كمان. وانا كمان بصراحه والله يعني كنا نفسنا نقعد معاكي بجد يعني. انت نورتينا ونورتي سهرانين ونورتي مصر كلها. انا سعيد فيكم، مصر كلها بتحبك وبتموت فيك. يا الله تسلمي يا قلبي عشان الكلمتين دول. ادينا حقنا. ايه حقنه؟ ادينا حقنا بس. حقنا حقنة؟ دي له حقنة عشان هو كويس دلوقتي. واحدة تانية حقن ايه دي؟ يبقى انت ما اتفرجتيش على المسلسل. بس حاملينه معاكم؟ عشان في احتمال في جزء رابع، فقال لك همضي بالمرة ولا هنا. يمكن ربنا يفتحها في وشي ولا حاجة. طب خلاص انا اقبل الجزء الرابع. انا عامل حسابي علشان لما يبقى عنيف معايا اهديه بحقنة. يوم مش هكشكني على طول. مش هكشكني حقنة يا الجزء الرابع انا هكون معاكم. يا سلام تنورينا. انا مبسوطة كتير عن جد اني اتعرفت عليك عن قريب. انت ممثل هايل ومقدم هايل بالفعل. ربنا يخليك يا حبيبي. لانه هذه الشخصية اللي تستقبل كل يوم حدا وتقدر تاخذ وتعطي معه مش سهله، لانه المقدم غير التمثيل يعني بده يكون. فعن جد برافو بالاثنين يا حبيبتي. ربنا يخليك هشام. انت نحن من نحن وصغار للكبار من بدنا نحبك حبيبتي. ربنا يخليك. ميرسي يا ستي. ميرسي يا باسكال. ده من ذوقك. وللفرقه حاتم ولكل العاملين كمان الشكر خاص للقطة البسينة. شكر خاص للقطة البسة. البيسة. وهشام انا بجد مبسوط اني شفتك النهارده. وانا كمان. وانا كل مرة بقعد معاك اكني بقعد لاول مرة مع هشام سليم، وبحب يعني اكتشف حاجات جديدة جميلة وبسمع منه حاجات جديدة وبتعلم منك حاجات كتير. انت بني ادم جميل وانت راجل عسل ومتواضع وابن بلد. ربنا يخليك. احلى كلمة. وربنا يديلك ويزيدك يا رب يا حبيبي. ربنا يخليك. الله يخليك. حلو هخليها سوفينير دي. يس. خدي بقى الحقنة معاكي وروحي بقى غني لنا أغنية نختم بيها السهرة الحلوة. تغني لنا يا مدقدق بقى. يا مدقدق بن عمي. يلا. أو يا مشكشك. أو يا مشكشك. مشكشك إيه يعني؟ بدل مشكشك. مشكشك. بتشكشكها؟ بدل يا مدقدق يا مشكشك. يا مشكشك بن عمي. تصبر. امشي يلا. امشي يلا. شفت يا معلم. مش الحال. يلا أوكي. حبيبي